اتفقوا شخصين مثلا، ناخذ مثال شخصين اتفقوا انهم يتبايعوا، بائع وشاري، فسجلوا عند الموثق. الموثق هو اللي يتكلف باش انه يدفع الملف للمحافظة العقارية، ام هم اللي يدفعوا المسألة بنفسهم يعني؟ نعم، ان اول خطوة هو ان المتعاقدين عندما يأتون الى الموثق ليقوم بصياغة العقد، فيقوم بصياغة العقد، هي أول خطوة، هي صياغة العقد من الناحية القانونية أن يكون سليما. الإجراء الثاني بعد الصياغة يعني إمضاء العقد من طرف جميع الأطراف والموثق، ومن هناك يجب أن تسجيل العقد في مديرية الضرائب، هذه الخطوة الأولى. من بعد تسجيله في مديرية الضرائب يجب تقييده في السجلات العقارية، والذي هو موضوعنا هذا اليوم. التسجيل يتم من طرف الطرفين أم الموثق؟ التسجيل من الموثق هو الذي ملزم بتسجيله في إدارة المالية وفي المحافظة العقارية، يعني الموثق هو الذي يتكلف بهذه الإجراءات.